في بالك نايم ايه؟ انا مش عارفه وينك. مظبوط يا سيدنا الشيخ، مضطر اتجوز اليوم. طب وليش ما تجوزتي قبل هيك؟ يعني بقصد بشكل طبيعي. ابوي بدوش خليل، بدي اياني اتجوز واحد من الليستا. خليل منيح طيب، بفهم علي، بتحملني لما بكون معصبة. كل هالسرعة هاي؟ إذا كان أجلتها اليوم عمرها ما راح تصير.